مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من اقليم شتوكا إتباها، وبالضبط من دوار تقصبيت جامعه بلفاع وقياده بلفاع. معنا واحد الفنان امازيغي اللي معروف بطبيعه الحال بهذه المنطقه، واللي تعرض لواحد العمليه نصب وابتزاز خطيره جدا، وكنتمنى من السلطات الاقليميه وايضا من السلطات الامنيه والدرك الملكي باش انه يدخل على خط هذه القضيه، لان ما وقع لهذا الفنان الامازيغي فهو امر خطير جدا، اذ تعرض لعمليه نصب من طرف واحد الشاب الذي يدعي نفوذه بالمنطقه ويدعي ان له علاقات نافذه، وعدد ضحاياه كثر حسب ما يقول هذا الفنان على لسانه بطبيعه الحال، فتم النصب عليه في مبلغ مالي لمقدر باكثر من 2000 درهم بطبيعه الحال، من اجل انه باش يقضي لي واحد الغرض كما كنقولوا، الا ان هذا الشخص يعني بطبيعه الحال حينما يتوصل بالمبالغ الماليه يختفي عن الانظار، وبطبيعه الحال ولا يرد على الهاتف بطبيعه الحال، وهذا الشيء اللي خلى هذا الفنان الامازيغي والاخر يقع ضحيه هذا النصب الخطير، وكنتمنى من السلطات الاقليميه انها تفتح تحقيق عاجل ومستعجل في هذه النزله، وان يتم عرض هذا الشخص يعني المشتبه به والمتهم بهذا عمليه النصب على انظار العداله حتى تقول كلمه فيه. بطبيعه الحال غادي نخلي الكلمه الفنان اللي معنا اللي غادي يحكي لنا حول القصه ديالو. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله. انا سميتي الدرقاوي احمد بالحاج علي بن الدوار، تقصبيت وجماعتي وقيادتي بالفاع اقليم شتوكا إتباها. نحكي لك القضيه ديالي استاذ المحترم، بان تلاقيت مع واحد السيد تلاقى معايا عند مول البوصلان، قال لي اش كدير؟ قلت له بغيت نجيب شي الحديد وشي البوصلان نغطي واحد الدار ديالي. قال لي الا بغيت تغطي الدار ديالك وجد لي واحد 2000 درهم، نهنيك انا على القياده وعلى الجامعه وعلى العماله. حقيقه انا في مرض السرطان ما قديتش وفي الدقه شد عندي 2000 درهم، ولكن نصبني. ثم بعد ملي بغيت انا نقد المسائل ديالي درت الاجراءات ديالي قديت المسائل ديالي الله يجازيك بخير، وعندي المشكله الثاني هو كان لي ونصبني ومشى بحالو، وعندي المشكله الثاني مع الجارتي كيحرشها عليا ودارت عليا الجريمه وجاب لي هو الشهود ديال التزوير، كل واحد في مكان كاين بلا ما نقولوا، واحد من بولمان واحد من يتحمل واحد من بوطايف شهدوا عليا واعتقلت شهر الحبس. ما كاين مشكل سيدي ربي كيشوف هكاك. وقال لي الا بغيتي نصالحك مع هذه المراه باش تعطيك الاستئناف تعطيك براءه ديالك عن تخلي لك الشهر ديالك ثابته تأييد وتسمح لك في الخطيط. شد عندي دار معايا 40000 ريال، قال لي راه غادي نعطيهم للقاضي والنيابه العامه. يعني كيقول لك بان عنده علاقه مع النيابه، شي واحد في النيابه، حنا ما نذكروا النيابه الا بالخير الا بالخير ان شاء الله، وجميع القضاة ديالنا راه هما الحكام ديالنا ما نذكرهم الا بالخير، ولكن هو كياكل بهم الناس. شحال من واحد واكل شحال من واحد واكلها في الفلوس بحالي انا. المهم شد عندي 40000 ريال، داك الشيء اللي قال لي مشى بحالو نصبني فيما كيتلاقيني كيسب فيا. قال لي والله ما والله حتى نوقف مع ديك المرض عاوتاني دخلك الحبس، فيك 5000 درهم اعطيه ليا مرحبا بك، الا ما فيك راه غادي نصيفطك الحبس. وكيهددني هاد الشيء صافي هاد الشيء اللي دار، وكنتمنى وكيدير معايا الاحتجاج كيسب فيا، وكنتمنى من السلطه القضائيه والمدنيه باش يردوا البال على هذا السيد، لان نصب شحال من واحد شكا به بغير انا شي 9 ولا 10 في البشر، وشحال من واحد كياكلو كيشد عنده الفلوس ملي كيجي ملي كيجي الناس اللي متكلفين السلطه كيقول لهم حنا شفنا هذاك السيد ما نعرفش كيمثل. وكنتمنى من السلطه القضائيه والمدنيه باش يردوا البال على هذا السيد يعقبوه ويعيطوا لي انا ندير معاه الاجراءات ويعقبوه بالقانون، القانون فوق الجميع. درت بها سيدي الشكايه ديالي عند وكيل الملك المحترم، وقدمته وديته بيدي انا لجدن الشاف المحترم في بلفاع، وسمعوا بي الله يجازيهم به يجازيهم بخير، واعطوني دابا على 24 ساعه عطاني الرقم ارسال صفتو على 24 ساعه، لان معدي فيما مشيت البارح اللي تبعنا سيدي وبدا كيسب فيا كاين الناس صافي. وقلتها لجدن قال لي كيدير معك الاعتزاز، قلت له اودي راه درت به الشكايه،
وكنتمنى من السلطه يردوا البال على هذا السيد. يرجع عليا الفلوسي، وكنطلب من السلطه القضائيه في المحكمه الابتدائيه نزكان ولا اكادير ولا العملاء يردوا به البال، يعيطوا ليه القضاء والنيابه اللي كيقولوا الناس اللي باش كياكلوا الناس، يعيطوا ليه يديروا مع الاجراءات، يديروا مع البحث وتعقب بالقانون. وانا فنان موسيقي امازيغي، عندي 1977 ملي بديت انا مع الشيخ ديالي الرئيس موسى ذكرناه بخير وعلى خير الله يحفظه، وعندي الشيخ الثاني الرئيس احمد وماست، والشيخ الثالث ديالي هو الرئيس الحسن خطاب 1984، درت معاه 5 سنين. ومعايا الرئيس الحاج عربه سكي ذكرناه بخير وعلى خير الله يجازيه بخير وعلى خير، ورقيه الدمسيريه وفاطمه تحيحيت اييه، والحاج يدر ضربت معاه 11 عام حاليا، وانا الموسيقي ديالو انا كندير الشرطه وكندير الطار النقص بالعربي بالشلحه الحديد، وكنتمنى لهم النجاح والتوفيق، وكنتمنى من صاحب الجلاله هي البطاقه الفنان ديالي، هي البطاقه الفنان ديالي بان موسيقي، انا عندي بطاقه لاكارت ناسيونال ديالي كتمشى به، هي المثل الكل ديالي، هذه ديال المهنه ديالي انا، راه ما كنصبح حتى واحد وما كنكذب على حتى شي واحد، عندي الورق ديالي راه ديال الوزير ديال سيدنا الله يجازيه بخير والله ينصر سيدنا ويحفظه لنا ويحفظ ليه ولي العهد سيدي حسن وشقيقيهما ولي رشيد وكافه الاسره الملكيه الشريفيه البلاد المغرب من طرجة القويره، الله يجعلهم في الامان، الله يعطيهم الرضا، الله يعطيهم الخير، الله يهدينا على طريق الاسلام، الله يهدينا نطلعوا فرصنا ونطلعوا في الصلاه ديالنا، امين والحمد لله رب العالمين.